حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة الجديدة من استوديو الآن. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقيادي الإخواني البارز يوسف ندى وهو يسعى لتشويه انتصارات اكتوبر ومحاولة تصوير وهزيمة، معلقين على أن هذا الفيديو يعد أكبر دليل على خيانة الإخوان للوطن. الفيديو يظهر فيه يوسف ندى خلال أحد البرامج بقناة الجزيرة القطرية وهو يهاجم حرب اكتوبر ويزعم أن الحرب شهدت تقدم إسرائيل في محاولة منه لتشويه انتصارات حرب أكتوبر. وعلق رواد سوشيال ميديا على الفيديو قائلين: علموا أولادكم أن الإخوان بلا وطنية، بلا هوية، بلا أصل. علموا أولادكم أن الإخوان خونة بمنتهى الغلة والحقد. يوسف ندى ينكر انتصارات حرب أكتوبر ويسخر من الاحتفاء بها. نذهب للمتابعة. اللقمة إيه اللي عمله؟ قال عبرنا قناة السويس، عبر الجيش الإسرائيلي في الناحية التانية ورجع الجيش المصري إيده بق. شفناهم بملابسهم الداخلية حافيين إيدهم فوق، وصلوا الكيلومتر 101 من القاهرة وعملوا المعاهدة، وما زال لغاية النهاردة هذه الطعمة تحتفي وتحتفل بعيد العبور. أي عبور؟ عبور إسرائيل للضفة الغربية من قناة السويس، ولا عبورهم والعودة من قناة السويس وتسليم سيناء كلها لهم بمعاهدة كامب ديفيد؟ الفرصة كانت أمام مرسي لتنظيف. معنا عبر الهاتف للتعليق سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بك، تعليقك على هذا الفيديو وهذه المعلومات والتشويه في الحقائق التاريخية وانتصارات أكتوبر. يعني من غير المستغرب الحقيقة أن يكون هذا هو رأي القيادات الإخوانية أو حديث القيادات الإخوانية في قذائف الكذب والخداع والتضليل التي يمارسونها ويتنفسون هذا الكذب طوال الوقت. الحقيقة ربما في البعض منه لخداع مناصريهم وعناصر التنظيم في جزء منه، وفي جزء آخر محاولة تشويه الانتصار الذي اعترف به العالم كله ويتحدث بمعلومات مغلوطة وبرؤى لا علاقة لها على الإطلاق بالقواعد العسكرية ولا السياسية ولا الاستراتيجية. ومن المثير للسخرية الحقيقة أن يكون من ينطق بهذه الكلمات ما يعتبرونه داخل صفوف الإخوان أحد القيادات التاريخية للتنظيم، وهذا يدل على فكرة التنظيم الضحل والمتخلف عن ملاحقة أو قراءة أو الاطلاع على كل ما كتب عن حرب أكتوبر، أنها كانت حرب حقيقية، حرب تحرير كامل لكل التراب المصري وفق القواعد العسكرية والقواعد السياسية التي اعترفت بها دول العالم أجمع، والتي كتب عنها الجانب الإسرائيلي بأنهم قد تلقوا هزيمة من القوات المسلحة المصرية، هكذا باعتراف صريح وواضح، وأن هذه الهزيمة وهذه الحرب كانت سببا في دفعهم إلى الانخراط في العملية السلمية التي جرت فيما بعد ذلك. سيادة العميد، هنا السؤال: لماذا إذا كان نتحدث عن تنظيم يعادي دولة في المرحلة الحالية نتفهم هذه المعارضة، أو يعني يمكن أن نرى لها أو يعني تمام الحال أو الوقت المعاصر فهم يعارضون، ولكن التشويه في التاريخ بهذا الشكل، الضرب في الوطن والعقيدة بهذا الشكل، لماذا وكيف نفهم؟ لماذا؟ لأنها قولا واحدا جماعة الإخوان وتنظيم الإخوان وعناصره جميعا عقيدتهم الثابتة أنهم ضد المشروع الوطني للدولة المصرية ولكل الدول الموجودة في تنظيم الإخوان، هو ضد هذه المشروعات الوطنية الصادقة الحقيقية الجامعة لشعب الدولة بشكل كامل وبشكل كبير، هو ضد هذا المشروع الوطني. يحاول الإخوان عندما يمارس عليهم بعض من الهجوم أن يدعوا بأنهم ليسوا أعداء للدولة المصرية بل هم أعداء للنظام الحالي، وها هم يكشفون هذه الكذبة المدوية التي يلحون عليها ويثبتون بأنهم أعداء لتاريخ الشرف العسكري المصري في أبهى تجلياته وهي حرب أكتوبر 73 والتي خاضها القوات المسلحة المصرية وخاضها نظام سياسي آخر غير الذي يدعون أنهم
يناصبونه العداء الآن. لا، هم أعداء حقيقيين لمشروع الدولة الوطنية بكامله في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، إلى أن يزولوا من الوجود ومن الدول والمناطق التي يتواجدون فيها. المعلومات المغلوطة أيضا مع بداية انتصارات أو ذكر انتصارات أكتوبر، الحقيقة أن القيادات والعناصر الإخوانية الإرهابية بدأت في سرد معلومات مغلوطة بشكل فادح وبشكل كبير. يعني نتحدث عن استراتيجية حربية عسكرية تدرس في المعاهد العسكرية بالخارج، وربما تاريخ مثبت ليس فقط في الداخل المصري أو العربي ولكن لدى العالم أجمع السيادة العامية الدول، لكن نتحدث أنه في معلومات مغلوطة بشكل ممنهج تخرج من هذه القيادات الإرهابية الإخوانية. إحنا قدام شكل من أشكال الحروب النفسية اللي بتحاول تستغل هذه المناسبة الجامعة للشعب المصري والشعب العربي بكامله في توحد لم تخفت حد يعني وهج ولا فخر طوال 40 عام وما زاد من أعوام منذ ذكرى أو منذ تاريخ حرب أكتوبر. الحرب النفسية واستهداف هذه المناسبة الوطنية المتألقة والتي نفخر بها كعرب جميعا في تاريخنا الحديث على الأقل، يحاول جماعة الإخوان أن يشوهوا، أن يضعفوا الحالة المعنوية، أن يقفوا طوال الوقت ليثيروا قدر من التشكك بتسريب مثل هذه الأقاويل ووجهات النظر الساذجة والمغلوطة التي ينفيها ليس المصريين وحدهم كما ذكرت حضرتك، يعني يتحدث بخلافها تماما كل الكتابات العسكرية الدولية الرصينة المحترمة المهنية ذات الخلفية الأكاديمية التي تستطيع أن تقيم حربا كبيرة وحرب كبرى مثل حرب أكتوبر 73. حقيقة أستاذ عميد أنه في إطار النهج لنشر الشائعات وعملياتهم الممنهجة لنشر الشائعات في أو بث الشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا كنا دائما نتحدث عن وعي المصريين ومدى وعي المصريين، ولكن في هذا الإطار الموضوع مختلف تماما. حينما خرجوا بكل هذه المعلومات المغلوطة والتشويه في التاريخ والتشويه في انتصارات أكتوبر، رأينا أنه الموضوع مختلف بالنسبة لردود المصريين على السوشيال ميديا أو حتى غير السوشيال ميديا، أنه هناك هجوم شديد عليهم حينما حاولوا تقليل بشكل أو بآخر أو بث معلومات مغلوطة بشكل أو بآخر عن انتصارات أكتوبر التي يفخر بها كل المصريين حتى الأجيال التي لم تعاصر هذه الانتصارات. يعني هذا الأمر صحيح وتابعناه جميعا خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأعتقد أن هذا الأمر يعود إلى أنها حرب أكتوبر 73 والقوات المسلحة المصرية عبر تاريخها الطويل هي ذروة العمل الوطني وذروة النجاح الحقيقي للوطنية المصرية. نتحدث عن صلب العقيدة الوطنية المصرية عندما تمثل ربما الخلافات البينية التي قد تبدو هنا أو هناك في مناسبات أخرى لا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بمثل هذه المعادلات الوطنية الراسخة التي تعلم تمام العلم حتى ومن لم يعاصروها هم يعلمون ويدركون كل تفاصيلها التي يعتبرونها تاجا فوق رؤوسنا جميعا. هي خيانة لحق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن ومن أجل تحقيق هذا الانتصار الثمين والغاية. لذلك أعتقد كانت ردة الفعل الحاسمة والكبيرة ضد مثل هذه الدعاوى ومثل هذه الأقاويل والتي انطلقت ربما أمام جهات أخرى غير جماعة الإخوان عندما حاولت التقليل من شأن هذا الانتصار الكبير، وسرعان ما تراجع كل من حاول أن يدخل ويستغل مرور عشرات السنوات على هذه الذكرى الغالية بأن يحاول أن يسرب معلومات مغلوطة أو يحرف في وقائع بعينها قد جرت على الأرض. تتلقى صفعات وقنابل مدوية من الرأي العام المصري الذي يدرك تماما تفاصيل كل ما جرى، وأشعر بفخر وباعتزاز وبتقدير كبير لكل من ساهم بجهد
في تحقيق هذا الانتصار الوطني. شكرا لك سيد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة آراء أهل وجيران الإخواني محمد ناصر في وفتح خيانته للوطن. متربين سواء احنا، انا مسيحي وهو مسلم، ما شفناش اي حاجه من اللي هي بتتقال لي من دول دي، لان ما فيش قلبي اخت في الدنيا كلها تحب تسمع ان اخوها ارهابي او بيدمر او بيخرف البلد. فاحنا كاهالي البلد واهل منطقته متبرئين من الغوثي ومدين، وكلنا بنسب ونلعن فيه ومعتبرينه انه مات. الجاسوس لما بيتمسك بيتعدم، ده حلال فيه الاعدام. اخو المزيه محمد ناصر او الارهابي محمد ناصر، اخوه اخ كبير اكبر اخواته، ولا اي تدين ولا كان بيصالح حد، يعني حد يمكن الساعه 13 اللي هو سال مشي فيه، لا ما كانش بيصالح. نصلي الجمعه صلي بالعافيه، الجمعه بالعافيه غير كده ما كانش بيصالح. وعرفت عرضوا عليها، انا فاكر الحكايه دي، عرضوا عليه في يوم من الايام ان هو يطلع بالعربيه في الموضوع رابعه، موضوع الصوم رابعه ده، ويرفع اللي هي علامه الحصان عليه يرفعها فوق ويديله فلوس، وهو رفض بامانه يعني عشان الموضوع كان حق يعني، ورفض ان هو يشارك معاه في الحكايه دي، وقال لي رفعت الرئيس بس الموضوع ما ينفعش ما ينفعش. قال لي غيروا بقى، خلال شهرين شهرين زمن، قال لي غيروا عشان تركيا. بدأ هم تعرفت، هم بدأوا يتعرفوا على كده، يا بعد الإسلام إيه؟ خلوا تركي عنده. سافر هو وبعدها بشهرين ثلاثة مراته وولاده حصلوا يعني تركي عنده. ما ينفعش. ده هو مش بيعمل عشان حاجة، هو بيعجبهم عشان خاطر دي هو غصب عن شخصية. عايز يبقى يحصل فوضى. عايز انهيار البلد، عايز انهيار. لأن هو عارف إن الجيش والشرطة هم المسكين، هم عباد عبود الخير بتاع البلد، الجيش والشرطة. الجيش والشرطة هم بيعجبوهم. هم صاروا في الجيش ده. مطلعين فساد في الجيش ده عشان يهدوه. هو هيموت في شيء جحش مصر؟ مش عارف مصر. عبس قال لي عبس نصر فلوس؟ طب يا خلف مش تنفع. خلف مش تنفع. ما تعرفش من خلف مش تنفع. وانا ناصر يعتبر سيلفي، وقبل ما يكون سيلفي هو اخ ليا، وانا يعز عليا الكلام اللي بقوله، لان مفيش اي اخت في الدنيا كلها تحب تسمع ان اخوها ارهابي او بيدمر او بيخرف البلد. بس عايز اقول له ان انت ناصر يعني فككت شان العيله دي، يعني دلوقتي كل واحد في مكان، كل واحد في ناحيه، ما حدش يعرف حاجه عن التاني. اخوك الكبير يعني كان محتاج انه تدخلوا بيته وتقعدوا معاه وتسالوا عليه، فين اللمه دي يا ناصر؟ فين لم الشام بتاع زمان؟ فين القعده الحلوه؟ ايه اللي عمله لك لما انت بعت وسبتنا؟ الفلوس عمر الفلوس ما تعوضك لحظه واحده او دقيقه واحده تعوضها في وسط اخواتك وانت قاعد مع اخواتك ومع اخوك الكبير. انت دلوقتي حاطط ايدك في ايد معتز وعمالين تقولوا انزل واحنا معاك، انزل واحنا معاك. يا ترى انت ما فكرتش انت قد ايه بتاذي البلد دي؟ ما فكرتش قد ايه الشباب لما شاب ينزل يتهور ويفجر في مكان او يعمل في نفسه اي حاجه، يفكر في اي مستشفى ولا بدا، ما فكرتش ان هو ممكن يا اما يتقتل يا اما هيتحبس؟ يعني انت ضيعت الشباب دي. ايه اللي انت خدته بقى انت ومعتز ماسكين ايديكم فوق ايدين بعض وتقول هنزل انزل واحنا معاك؟ يا ترى في اللحظه دي انت هتحميه؟ محمد ناصر ده بيتنا وده بيته اللي هو اتربى فيه من اكتر من 30 سنه، هو مولود في البيت ده، متربيين سواء احنا، انا مسيحي وهو مسلم، ما شفناش اي حاجه من اللي هي بتتقال له من دول دي. اشتغل فتره في وزاره الثقافه، ابتدى ان هو يتطلع ان هو عاوز يوصل لمستوى اعلى، وفي لحظه لقيت الكلام ده بيحصل. طبعا يا محمد احنا ضد الحاجات دي ومش بنشجع الحاجات دي. اخو امي والدتي دي ليها خال شهيد استشهد في 73، الشهيد عياد لبيب خاين، لانه بطل من ابطال اكتوبر اللي احنا بنفتخر بيه، اللي فيه دماء المسيحي والمسلم اختلطوا ببعضيهم. اي ناس جايمين على مصر نقول لهم لا، احنا الشعب المصري واقفين ايد واحده، مسيحي ومسلم ايد واحده. انا اساسا من مواليد الفيوم، لكن طبعا والدي عاش هنا فكلنا عشنا هنا في الفشن، هنا مركز الفشن محافظه بلسوة. اعرف عنه ان هو انسان خايل لوطنه، ما يفرقش بينه وبين الجاسوس حاجه تاني، يعني هم الاثنين عمله واحده. الانسان اللي بيع بلده ده مش بني ادم خالص، ده وطن.
انا عشان شويه فلوس ابيع وطن وطن بحاله في اهلي واجدادي وناسي؟ ازاي ينفع يعني ينفع ازاي؟ رساله اهل البلد ان احنا مش عايزينه تاني، ان احنا بنقول هو يعتبر عميل جاسوس ويعتبر زيه زي اي واحد بيتمسك بيبيع البلد لاسرائيل وبيشتغل جاسوس، فاحنا مش عايزينه تاني في البلد، وده مطلب اهل مركز الفشل. ومتهيألي لأي حد بيحب البلد هيقول نفس رأيي أنا كده، مش الفشن بس، فشن ومصر، اسكندرية، كل مراكز ومحافظات مصر كلها، إحنا ورا اللي بيحافظ على البلد وبيحب البلد، مش مهم مين، بس إحنا برضو أدام السيسي حامل البلد وظابط البلد كده، إحنا بنحب السيسي.